فأنا من ذاك اليوم قلت لك لعلي أقتل أو أموت أو أستشهد، ما جاي ألعب ترى أو أضحك عليك أو أريد دعاية انتخابية، لا يقنعوكم بهذا الشيء. بما أنه توقف ضد الفساد وتوقف ضد التطبيع، راح الخطر يصير علي وعليكم أيضا حبيبي. إذا مستعدين أنه يصير الخطر علي وعليكم، أهلا وسهلا بكم، نقف معا. ولست قائد، أقف جندي إذا صار تطبيعاني. خطر يزيد يوم على يوم، وإذا خسرت مقتدى التطبيع يصير سهل، وإن كان يجوز شوية حبيبي بها كلمة تكبر، بس هي حقيقة. إذا مقتدى مات أو قتل، اقرأوا على التطبيع السلام من جواز التعبير، بكل سهولة يطبعوه، وبكل سهولة بعد شيء إصلاح ماكو اسمه، لأنه مع الأسف هواية من الناس كيف على الفساد حبيبي. فإحنا لا نصير منهم، إحنا مدرسة محمد الصدر، تربية محمد الصدر، ما يريدنا هيك، لا طالبين دنيا ولا طالبين مال ولا طالبين كذا، نطلب الآخرة فقط. اطلبوها قربة إلى الله تعالى ينجحكم ويصلح أموركم، إن تنصروا الله ينصركم. خل ننصره حتى ينصرنا، ما ننصره ما ينصرنا. والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم.